السلام عليكم مشاهدي متابعي كرة لايف، مرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا بشاطئ كرة نظيف اللي شاطئ تابع لإقليم أسفي قرب من مدينة الوالدية. كتعرفوا كل شيء الوالدية وشاطئ كرة نظيف اللي كان معروف قديم بالتخيام، شاطئ الكرم والجود. ده اليوم واحد الجولة قصيرة في هذا الماء الجميل والرائع ديال كرة نظيف. إذا مرحبا بكم، احنا على ابواب الصيف، مرحبا بكم في البحر ديال كرة نظيف اللي دائما كيرحب بكم. وحر زوين زعما كاين فيه ميتشاف بالنسبه للعومان، يعني كاين فين تعوم. تبارك الله الماء ديالو زوين بزاف، الجو زوين بزاف. اذا كيف ما غنديروا واحد الجوله ونشوفوا يعني المحار اللي كاين فيه في هذا الشاطئ ونشوفوا الجماليه ديال المياه ديالو. دن كيف ما كتشوفوا البحر كبير. بالنسبه لميرخ ناجور كاينين كيف ما كتشوفوا في الصوره، يعني دائما هذا فيه السباح المنقذ كاين. الجو اكثر من رائع. شاطئ كرة نظيف معروف من قديم انه شاطئ جميل جدا، شاطئ رائع، شاطئ زوين بزاف. كيجيو ليه العائلات من كل مكان، يعني من الشمال من الجنوب. تبارك الله حتى الجاليه اللي كاينه على برا جميل جدا. اذا كيف ما كتشوفوا هذه المناظر رائعه وجميله جدا كيف ما كتشوفوا. اللي ممكن تمشى فوق هذا السطوح، يعني ما كاينش حتى شي اشكال كيف ما كيبان لكم الان. جميل جدا، منظر رائع. غادي نحاولوا نشوفوا المحار اللي كاين هنا، نبغي نشوفوا هذا هو البحر بوزروك. كيف ما كتشوفوا اجواء رائعه، يعني مكان جميل جدا رائع. ما يكون حتى يعني حتى السمك كيكون هنا فقط في الوالدية معروفة بفواكه البحر. شوفوا منظر رائع جميل جدا. لان اكيد لكم اللي هذا المكان اللي فيه نحاولوا نشوفوا، نحاولوا ناخذوا واحده من هنا. لان هذه بوزروك كيف ما كتشوفوا، هذا هو البوزروك اللي مزيان تبارك الله. إذا كيف ممكن تشوف هذا من الفواكه اللي كيكون جميلة جدا ورائعة، المذاق ديالو كيكون رائع. مبقاش شنو خصو يكون عندك، خصو يكون عندك غير واحد سلك بسيط باش يمكن لك تجبدو من هاد الحفرة، لأنه كيكون مشوط. يكون عندك مقص باش تحاول، أولا موس يعني باش نحاولو نجبدوه دابا. إذا نحاولو نجبدو هذا. يكون عندك واحد المقص ولا شي موس ويمكن لك تناولو بكل أريحية كيف ما كتشوفو. تناولو على حتى هذا المكان جميل جدا، يعني ما تحتاجش تشريه، كاين موجود، يعني كل شيء فابور من عند الله. شوفوا كذلك هنا كاين بوزروك، يعني
الشاطئ اللي هو جميل جدا ورائع وفيه الهدوء يعني، وما كتلقاش داك الغوات اللي كاين في شواطئ اخرى. الماء صافي يعني، هذو من الشواطئ اللي كيكونوا المياه ديالهم نقيه بزاف، جميله ورائعه جدا كيف ما كيبان لكم. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وهذه يعني واحد اليوم اللي هو رائع جدا، وممكن نديروا فيديوهات اخرى ان شاء الله على الصيد، يعني ممكن نكونوا نصيدوا، ممكن نشوفوا طريقه ديال الصيد. ممكن دائما هذه مناطق جميله جدا ورائعه، ومازال كاين مناطق اخرى هنا نيت في هذا البحر ديال كرم الضيف اللي رائعه جميله جدا. هو غادي نشوفوا في الفيديو يعني لو يكون كامل، ونشوفوا بعض البلايص اللي مزيانين. كذلك هذا المكان كيجبدوا منه يعني هذيك في هذه الرمله، هذه الرمله كيكون فيها واحد الحنيش اللي هو احمر تصيدوا به. كاين اللي تيقول ليه بوخو، ولكن كاين بوخو كيكون خضر كبير شويه كيكون ديال الحجر، وكاين هذا كيكون ديال الرمل. إذن كيف ما كيبان لكم أجواء جد رائعة جميلة جدا في شاطئ هنا كرم الضيف، شاطئ جميل جدا، شاطئ رائع جميل بزاف. اللون ديالها إذن شي ما كتبان لكم باقه واحده اخرى، احنا ما غاديش نحتاجوها باش ما نضيعوهاش، ربما نخليوها لشي واحد من هاد الناس اللي تصيدوا باش يجي يلقاها. دونك احنا ما غاديش نستعملوها دابا. هذه هي كاين اللي تيقول لها بطاطا، كاين اللي تيقول لها الفصداد. نقا شويه صغيره، ولكن كيكون الطعم من الوسط كيحلوا هذيك الموس وكتجيب الطعم ديالها. دونك حنا نرجعوها باش تعاود تعيش ويعطر عليها شي حد. رغم انه مازال بدايه ديال الصيف اولا البدايه ديال شهر 6، نيت اجواء الصيف اليوم شويه الجو ما بيش ممتاز رائع. لا كيف تشوفوا هاد الزرقه ديال الماء تبارك الله، يعني الجو رائع جدا جميل جدا، كذلك حتى الماء جميل ورائع، يعني ما بارد ما سخون هو هذاك. درك تشوفوا الصفاء ديال الماء. اذا المتابعين الكرام تحيه طيبه اينما كنتم. كما كتشوفوا هذه هي حجرة الحمام، هذه الحجرة الرائعة مشهورة معروفة هذا من هنا في البحر، اللي هي واحد المكان جميل جدا ورائع اللي ممكن انك تجي تستمتع به يعني تنسى بزاف من الحويجات يكونوا مشغلينك، ولكن ملي كتريح في هذا المكان صراحة مكان جميل جدا، مكان اكثر من رائع اللي غادي يعطيك واحد زعما واحد الجو واحد الراحة تامة. إذا هذه هي المكان ديال
كرام ضيف، لان كيف ما كتشوفوا ها البحر ديال كرام ضيف ها هو هنا في هذا الاتجاه، وهنا كاين الوالديه، يعني من هنا غادي تبدا الوالديه كيف ما كتشوفوا انها مدينه الوالديه اللي فيها رائعه جدا. كل ما هنا والاستمتاع بهذا الجو الجميل جدا والرائع كيف ما كتشوفوا. الكرنفال هي في نهايه ديال هاد الناس، اذا مكان جميل جدا رائع. كاين حتى الصيده اللي تصيدوا يعني بالقصابه كما شرنا قبيل، انه في هذا الاتجاه كيبقى كرام الضيف، وفي هذا الاتجاه كيبقى شاطئ الوالديه كما كيبان لكم الان، انه في ذاك الاتجاه شاطئ الوالديه. هذه هي مدينه الوالديه، اذن هذه هي حيوت الشعير، كتمشي الاتجاه الاخر كاينه القصبه يعني، ومشات الاتجاه ديال اسفي. إذن غندخلوا لهاد لي كروت اللي كاين هنا، وحدة من هاد الأماكن الجميلة والرائعة جدا. إذن على بركة الله، مكان جميل جدا رائع هادئ، اللي يبغى يستمتع يجي يشرب القهوة ديالو في هذا المكان جميل جدا، مكان رائع صراحة. إذن إطلالة جميلة جدا، إطلالة رائعة من هذا المكان صراحة، المكان جميل جدا، مكان رائع. إذن ما تنساوش دائما الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. كان عبد الخالق يحييكم من قناة شكورة لايف، والسلام عليكم، مرحبا بكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله.